سر آخر من أسرار التاريخ، مدينة أتلانتس. هل سمعت يوماً عن جزيرة أتلانتس؟ الجزيرة الأسطورية التي غرقت في البحر في يوم وليلة. أسطورة خلفت جدلاً هو الأكبر من نوعه، فهي لم تأسر عقول العلماء فحسب، بل أسرت أقوى وأهم الدول على مر التاريخ، ومن أهمها ألمانيا في عهد النازية. أتلانتس الفردوس على الأرض. حيرت حكومات دول عديدة، فبحث عنها العلماء لمئات السنين، وكانت كابوس أدولف هتلر. أتلانتس الأرض التي ارتبطت قصتها بالمصريين القدماء، ويقال أن أول من أفشى سرها هم المصريون القدماء أنفسهم. استمر الحديث عن أتلانتس المفقودة آلاف السنين، فهل توصلت البشرية إلى أن هذه القارة اختفت وغرقت بسكانها في مياه المحيط؟ أم ظلت أتلانتس مجرد أسطورة يعجز أي عالم أو باحث أثري عن إثبات أو نفي وجودها بصورة قاطعة جازمة؟ والسؤال الأخطر، لماذا ارتبط اسم أتلانتس بالحضارة المصرية القديمة؟ تبدو أسطورة قارة أتلانتس المفقودة أشبه بشبح أفلت من كتب الفلسفة ليحتل مخيلة العلماء، فهجسوا بها ورأوها كلما عثروا على أطلال تحت المياه. من خلال هذه الحلقة سنسلط الضوء على تاريخ تلك القارة المفقودة حسب ما ذكره أفلاطون في محاورته، وكذلك بعض الاكتشافات التي قيل أنها للجزيرة العملاقة، إلى جانب نظريات وأقوال العلماء. هل كانت أتلانتس موجودة حقاً أم أنها مجرد خيال؟ وإن كانت حقيقة فأين تقع؟ وإن كانت مجرد أسطورة شأنها شأن أساطير عديدة أخرى، كيف وصلت إلينا أخبار هذا اللغز ابتداء من أفلاطون أول من ذكرها في محاورته الفلسفية، وانتهاء بالكشوف الأثرية في المحيطات؟ ينقسم العلماء في قضية أتلانتس إلى قسمين: قسم يرى أنها حقيقة تاريخية ولا بد للكشوفات والأبحاث أن تبرزها يوما ما، وقسم آخر يعتبرها مجرد قصة رمزية لتذكر الناس بالبعد عن الجشع والطمع والأنانية وكل الصفات الذميمة التي اتصف بها سكان أتلانتس في نهاية حياتهم حسب قول أفلاطون. السؤال الأكبر الذي يطرح نفسه على الدوام: كيف تمكنت حضارة إنسانية عظيمة مثل أتلانتس أن تبلغ درجة متقدمة جداً من التطور والرقي؟ بدأت القصة في عام 360 قبل الميلاد، عندما قام الفيلسوف اليوناني أفلاطون بوصف مدينة كانت قريبة من الخيال، تمتعت بشعب نبيل وحكومات متطورة لم يكن لها مثيل على مر التاريخ، وسكن هذا الشعب في قارة مجهولة تسمى قارة أتلانتس. فقاموا ببناء القصور والمعابد باستخدام الأحجار الملونة، كما زينوا أبواب هذه القصور بالصفائح المصنوعة من الذهب والفضة، وقاموا بإنشاء النوافير والقناطر والأنفاق. ويحكي أفلاطون في محاورتين له عما حدثه جده صولون
عن رحلته إلى مصر ولقائه مع الكهنة هناك وحديثهم عن القارة الأطلسية التي حكمت العالم يوماً من الأيام ثم اختفت. يصفها أفلاطون كجزيرة تقع وراء أعمدة هرقل، كانت قوة بحرية حققت انتصارات على أجزاء كثيرة من أوروبا الغربية وأفريقيا سنة 9000 قبل الميلاد. تقول الأسطورة أن أطلانتس المفقودة ولدت بعد الحضارة المصرية القديمة، ويعتقد أنها غرقت في عام 1820 قبل الميلاد. امتازت هذه الحضارة حسب ما جاء من معلومات تاريخية بامتلاكها لتقنيات عالية في التحكم بالطاقة، وامتلاكها أيضاً قنابل نووية، والتي بسببها دمرت بعد الحرب بينها وبين حضارة راما التي كانت تقع في جنوب شرق آسيا بالقرب من بحر اليابان.